ولد وخرج وبإذن الله يكون قد ولد عملاقا بإذن الله، وبهذا الدعم وبهذه الروح التي زكوها فينا بإذن الله نعاهدهم أن نكون إلى جانب الشكر على التي زكوها فينا بإذن الله نعاهدهم أن نكون إلى جانب الشكر على ذلك، نعاهدهم أن نكون على الطريق الذي يشرف المحكمة الدستورية آداء ولادها في أي موقع يتبناها. نكرر الشكر لخالد المعادي رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة النواب الرئيس والسادة الأعضاء الحاضرين على الفكرة.